وقفنا عند الابلكيشن بروجرام او طبعا احنا في الكمبيوتر لما تيجي تجمع ما بجمعش ما بعملش الضرب
ده كله كده بالشكل ده كده بعدين اجمع احنا بنعمل ايه؟ بقوم واخد الرقم ده تمام وجمعه طبعا لو انا عندي ماشي يا شباب لو انا عندي رقم زي ده خلاص افترض ان انا هخزنه في مخزن او في الاكوميليتور يبقى انا هحط في الاكوميليتور مثلا زيرو يبقى كل الاكوميليتور بزيرو واضيف عليه الرقم ده تمام وبعدين في المره اللي جايه اعمل شيفت واضيف الرقم ده بعدين طبعا الناتج كل مره بيبقى في ايه الاكوميليتور وبعدين ارجع اعمل شيفت واضيف الرقم ده وارجع واضيف الرقم ده طب انا ممكن اعمل ايه لو انا عندي الرقم زيرو هل له معنى ان انا اعمل شيفت واضيف هل في معنى ان انا اعمل شيفت واضيف طيب انا في الحاله دي هعمل شيفت بس لان الزيرو لن يغير من القيمه الموجوده عندنا طيب انا بعمل ايه انا عندي دلوقتي تو يعني عندي تو اوبريشن انا بعملهم او ثلاثه اوبريشن بعملهم يعني اول حاجه عايز اشوف البت دي كام عايز اشوف البت دي كام لو البت دي واحد باخد الرقم اللي فوق اجمعه صح طيب لو كانت بتساوي زيرو مش هجمع صح بعد ما اعمل عمليه الجمع المفروض الناتج بتاعي بعمله شيفت عندي حاجتين يعمل شيفت للقيمه اللي انا حاططها يعمل قيمه شيفت مش انا هنا كنت بعمل شيفت عملت شيفت اهو ادي واحد واحد اهو ادي واحد واحد زيرو واحد تمام كده انا عملت شيفت هنا الخانه الاولانيه هنا لما جيت اجمع الخانه الثانيه مش عملت شيفت شمال خلاص انا عندي يا اما اعمل شيفت شمال للرقم اللي انا حاطيه يا اما اعمل شيفت للناتج بتاعي يعني ايه شيفت للناتج بتاعي لو انا عندي الرقم ده اللي هو عباره عن واحد واحد زيرو واحد جمعته على زيرو طلع الرقم ده تمام طيب لو انا شفته اليماني مش هيبقى في هنا زيرو شبه هنا في زيرو لو انا شفته كده هيبقى هنا في زيرو وبعدين اضيف الرقم بتاعه اللي هو واحد واحد زيرو واحد تمام كده او لو انا شفت بلاش اشفت كده شفت كده لو انا شفته اليماني ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الواحد ده لو انا شفت ده جمعت الرقم بتاعه هيجي الجمع هنا يبقى يا اما اعمل شيفت شمال واجمع خلاص الرقم اللي موجود خلاص كده يبقى لو انا عملت شيفت شمال وجمعت يبقى الرقم الناتج بتاعي انا عملته شيفت ماشي نعيد تاني تاني شوف واحد تاني بص يا شباب انا دلوقتي عندي حاجتين اعملهم اضرب الرقم ده هنا مظبوط كده اضرب الرقم ده فوق لو كان واحد يبقى انا بعمل كوبي للي فوق اهو مظبوط كده بعمل كوبي للي فوق صح كده طيب لو انا عايز اجمع الرقم ده عندي رقم تاني هجمعه اجمعه ازاي مش انا كنت بقول ان انا بحط هنا زيرو احط الرقم بتاعي اهو بالشكل كده تمام كده يبقى لو انا عملت عمليه الجمع دلوقتي قبل هنا قبل دي الجمع فين؟ ناتج الجمع فين؟ عباره عن واحد واحد زيرو واحد صح كده؟ تمام؟ طيب لو انا شفت الرقم بتاعي اللي انا كنت هضيفه اللي انا هضيفه افترض ده اكس وده واي ماشي كده؟ افترض ده اكس وده واي الرقم ده ثابت زي ما هو الرقم ده اهو ثابت زي ما هو انا جمعت دلوقتي زيرو اللي في الاكوميليتور على الرقم ده الناتج بيساوي كام؟ نفس الرقم طيب دلوقتي اشفت الرقم ده هو شمال اللي فوق الاكس بعد ما شفت الاكس هتبقى كام؟ ها؟ مش هو ده اللي انا كنت هعمله لو انا هضيف اهو حاجه اضيف زيرو واحد واحد زيرو واحد واجمع صح كده؟ لما جمعت يبقى دي واحد 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 زيرو كاري واحد 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 زيرو كاري واحد زيرو كاري واحد زيرو واحد تمام؟ الاكس فين؟ حاليا الجديدة اهي صح؟ أشفتها كمان شمال واحد كمان شمال
هيبقى هنا كمان في زيرو. لما اجي اضيف يبقى انا بضيف الاكس اللي موجوده دلوقتي بعد ما عملت لها شيفت، يبقى انا بضيف الاكس مش بشفت البرودكت. تمام؟ يبقى اضيف اهو ادي 0 0 1 1 0 1 1 1 واضح كده؟ انا كل مره اشفت الاكس، اشفت الاكس كل مره سواء كان عندي الرقم بتاعي في 1 او في 0 لازم اعمل شيفت للاكس. تمام؟ لو كان في 1 او 0 لازم اشفت الاكس. الواي طيب ده بالنسبه للاكس. طيب بالنسبه للواي تعال نشوف الواي بقى اللي هو ده. هاخد الواي ده عايز اشوف الخانه دي بتحتوي على واحد ولا زيرو. نشوف الواحد ده بيحتوي على واحد ولا زيرو. ممكن احصل عليها ازاي؟ اكس اور. نعم؟ اكس اور. طيب ايه رايك؟ مش ده لو انا حطيت القيمه ديت في الاكوليتر. واحد واحد زيرو واحد وعايز اشوف الخانه الاولانيه فيه بتساوي زيرو ولا واحد. لو انا عملت سيركولار شيفت رايت الخانه دي هتروح فين؟ ها؟ هتروح فين؟ هتلف تروح فين؟ لما تلف تروح فين؟ هتروح في الاي، مش احنا قلنا بيعمل سيركولار شيفت من خلال الاي؟ يبقى هتروح في الاي، يبقى انا عزلت الخانه الاولانيه ديت في الاي. وبعدين اتشيك على الاي، في عندي انستراكشن بتشيك على الاي، هل الاي بيساوي زيرو ولا الاي بيساوي واحد؟ تمام؟ لو كان بيساوي زيرو هعمل اوبريشن، لو بيساوي واحد هعمل حاجه ثانيه. واضح كده؟ فده اللي احنا هنعمله في البرنامج بتاعنا. انا دلوقتي بشرح لك الحاجات الاساسيه في البرنامج اللي هنعمله. يبقى انا هعمل ايه في البرنامج؟ في كل مره بعمل شيفت للاي للواي في الاي باخد خانه، اول الخانه دي هتبقى واحد هنا في الاي، يبقى اروح اضيف الاكس ده القيمه دي اللي هي اكس اضيفها على البرودكت. تمام؟ بعد ما اضيف اشفت بحيث لما اجي اضيف الاكس المره اللي جايه يبقى انا عملت لها شيفت. تعال نشوف البرنامج بتاعنا هيبقى شكله ازاي اهو. طبعا بيقول لي انا بستخدم الكالكوليتر. هنشوف البرنامج هي عباره عن تعالى نرسم الفلوت شارت بتاعت البرنامج. هنرسم له فلوت شارت عشان تبقى سهله ان احنا نعمل البرنامج بتاعنا. طيب ايه الانيشال كونديشن بتاعتي؟ ايه الانيشال كونديشن بتاعتي؟ الكاونتر كام؟ المفروض الكاونتر يبقى كام؟ صح كده؟ ده الاكوميليتر.
طيب انا لو عملت سيركولار شيفت للتكومريت سواء سيركولار شيفت رايت او سيركولار شيفت ليفت دي بتروح فين؟ نعم يبقى دي يا تيجي هنا يا دي تيجي هنا صح كده؟ يا دي تيجي هنا يا دي تيجي هنا انا مش عايز الاي بالنسبه لي لا يحصل فيها كده ولا كده مش عايز الاي خالص عايز الاي تبقى زيرو الحاليه محتاج الاي تبقى زيرو يبقى الخطوه الاولانيه اهو هنيجي نقول ونقول له خلي الاي زيرو يبقى اهو زيرو في الاي تمام كده واضح كده يا شباب حطيت زيرو في الاي الخطوه اللي بعد كده هحط الواي في الاكوميديتور مش احنا اتفقنا الواي هي القيمه اللي انا بضربها لو قلت 1 0 1 مثلا طبعا دول 8 بت اهو وادي الاكس وادي الواي ايه كانت القيم اللي موجوده احط ده في ايه؟ الاكوميديتور مظبوط كده؟ حطيته في الاكوميديتور دلوقتي عايز اخد القيمه دي اخد الواحد ده عايز اوديه في الاي ماشي اقول له هو تعمل لي سيركولار شيفت شيفت رايت ها سيركولار شيفت رايت محتاج احط حاجه محتاج احط جنبها سيركولار شيفت رايت حاجه الكوماندا نفسها هي سيركولار شيفت رايت لانه ريجستر مظبوط كده سيركولار شيفت رايت يبقى ده الريجستر بتاعنا اللي موجود عمل سيركولار شيفت يبقى دي حاليا في فيها ايه؟ اول بت اول بت طيب لو الاي بتساوي زيرو لو هل الاي هل الاي بتساوي زيرو؟ يس او هل يس ونو لو الاي بتساوي زيرو لو يس اضيف مش هضيف حاجه تمام؟ طيب لو بتساوي نو يبقى الاي فيها كام؟ فيها واحد فيها واحد يبقى لما الاي فيها واحد هعمل ايه؟ شفت ها؟ شفت ولا اضيف الاول؟ اخد البي لان الاكس معلوم البي فين؟ في زائد الاكس واحطها في بي صح كده؟ ها؟ ما شفتناش لسه، احنا مش محتاجين شفت. انا دلوقتي اول خطوه اهو خلينا في الاربعه بت دول واحد واحد زيرو واحد خليهم زي بعض مش مشكله. اول حاجه انا دلوقتي البي بيساوي صفر. ادي البي بيساوي زيرو 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 زيرو. ادي 8 زيرو 4 4 تمام كده؟ طيب انا عايز اضيف بقول له ضيف لي الرقم اهو واحد ده ادي واحد واحد زيرو واحد هروح اضيف ده فين؟ على ده لما اضيفه على ده هضيفه كده واحد واحد زيرو واحد صح كده؟ محتاج شيفت؟ مش محتاج شيفت ولا حاجه دلوقتي تمام؟ انا اهو الرقم ده عملته قلت له ضيف لي دي وحط لي هنا ماشي كده يا شباب؟ وبعدين اقول له نعم حط الاي بزيرو طبعا في نقطه احنا حطينا ده هنا سيركولار شيفت في نقطه بس نسيناها هنا اقول لك عليها اهو بعد ما انا عملت شيفت لايه الواي ده مش كده الواي بقى كام اللي هو ده ادي الواي اهو خلينا نبدا مع الواي هيبدا زيرو انت عملت شيفت سيركولار شيفت الاي كان بيساوي كام؟ الاي كان بيساوي كام؟ زيرو يبقى ده الواي طبعا قبل ما امشي من هنا لازم اخد الواي القيمه اللي كانت موجوده في الاكيوميليتور ارجعها تاني تمام؟ انا عملت سيركولار شيفت رايت اهو صح كده؟ بعد دي اخد الواي القيمه اللي موجوده في الاكيوميليتور احطها في الواي صح؟ مظبوط كده؟ أنا عندي ده كانت القيمة اللي هنا هي اللي موجودة في الأكوميليتور حطيتها في الواي، يبقى القيمة الجديدة اللي في الواي دي هي
كلمه جديده الواي هي دي. طيب ضفت انا دلوقتي الاكس اللي في البي وحطيتها في البي مظبوط، وبعدين حطيت زيرو في الاي ليه؟ حطيت زيرو في الاي ليه؟ مش انا دلوقتي قالت الاكس ده البرودكت اللي موجود عندي تمام، ده البرودكت الاي كان موجود فيها كام؟ واحد. الاي جاي موجود فيها واحد صح؟ لو انا دلوقتي عملت شيفت مش انا بعمل سيرت ولا شيفت من الكالكوليتور هنا اهو القناه هنا قبل الكالكوليتور وادي الاي. لو الاي دي بتساوي واحد وانا هعمل سيركولار شيفت في اي اتجاه سواء كده او العكس، هنعمل شيفت في الاتجاه دلوقتي تمام. مش الاي دي تدخل هنا، الاي دي تيجي هنا الاي بواحد يبقى غيرنا في الرقم بتاعي. انا عايز ايه؟ عايز اعمل شيفت ليفت، عايز اعمل شيفت سيركولار ليفت كده، يعني عايز الرقم بتاعي ده اهو اللي هو 1 1 0 1 ودول 4 0 اهو. لما اعمل شيفت ليهم يبقى انا عندي هنا 0 1 1 0 1 0 0 0. كان عايز الرقم بتاعي كده ها؟ عايز الرقم يطلع لي بالشكل ده، يبقى انا في الحاله دي قلت له حط لي 0 في الاي عشان لما اعمل سيركولار شيفت ليفت يبقى الزيرو اللي كانت موجوده في الاي كده هتجيلي هنا. يبقى انا شفت دلوقتي الرقم بتاعي تمام؟ طيب هنعمل بيها فين؟ اه مش هعملها دلوقتي، هاجي ده اهو واقوم حاطط الاكس ده هو في الكالكوليتر هو الرقم بتاعنا ده هو هو خلاص انا حطيت البي تمام كده؟ حطيت البي اخليه زي ما هو، اخلي البي زي ما هو البي اللي هو ده اخلي البي ده زي ما هو تمام؟ وادي الاكس، الاكس اللي هي دي الاكس هو دي ورا هنحط هنا اهو هنحط هنا اهو اكس في الاكيوليتر تمام؟ الاي حاليا بكام؟ بزيرو. لو انا عملت سيركولار شيفت رايت اه سيركولار شيفت ليفت ايه اللي هيحصل؟ بالنسبه للاكس ايه اللي هيحصل؟ الاكس الجديده هتبقى كام؟ ادي الواي وادي الاكس. الاكس الجديده هتبقى كام؟ صفر واحد واحد صفر واحد بقيت الرقم طبعا مش كده عندي دلوقتي يعني مش كده؟ مش ده الرقم بتاعي؟ لما اجي اضيف المره الجايه هضيف ده صح؟ طيب خلصت ليه؟ طيب معنى كده ان انا خلصت الفقره الاولانيه طبعا بعد ما اعمل ديت المفروض هرجع الاكوميليتور ان هو في الاكس صح؟ هرجع الاكوميليتور في الاكس ماشي واضح يا شباب كده؟ لما ارجع الاكوميليتور في الاكس يبقى القيمه اللي موجوده في الاكس دي هي القيمه دي دي القيمه الجديده اللي موجوده في الاكس ونقص الكنترول بواحد وبعدين اتشيك على الكنترول تمام؟ وبعدين اشوف اكرر الاكوميليشن مره ثانيه ولا لا؟ تعالى نشوف الكلام ده هنا اهو الناس اللي مشغوله ورا ماشي؟ مش هقول لك لو قعدت ديت تعرف البتاع ده غالبا مش هتقدر توصل للموضوع هتفهم تحفظه بس كده يعني ماشي. اول حاجه ادي الانيشال بوزيشن بتاعتنا حطينا الكنترول ماينس 8 وبعدين حطينا الميل 0 تمام وبعدين حطينا 0 في الاي اهو وبعدين عملنا حطينا الواي في الكالكوليتور ادي الواي في الكالكوليتور وبعدين عملنا سيركولار شيفت رايت عشان انا من اول ست في الواي هنقلها في الاكيوليتور اهو تمام. بعد ما عملنا طبعا هنا حطينا في الفلوت شارت مش برنامج يعني ممكن يحطوا في الفلوت شارت هنا بيقول لي سيركولار شيفت رايت الاي والاكيوليتور انما لو كتبتها في البرنامج طبعا فقط عشان بس ما حدش ايه يعلق. طيب وبعدين بعد ما عملت السيركولار شيفت رايت ارجع الواي في الاكوميليتور تاني اه ارجع الاكوميليتور في الواي الواي الاكوميليتور في الواي واتشيك على الاي لو الاي كانت بتساوي واحد لو الاي بتساوي واحد اروح اعمل عمليه التضافر اللي هو عباره عن البي زائد الاكس واحطها في البي
تمام؟ طيب لو ما جاتش خلاص خلصت الاضافه اروح احط دي بتساوي زيرو، بحط زيرو في البي. قلنا ليه زيرو في البي؟ عشان لما اجي اشفت. طبعا لو انا هنا كان اي بتساوي زيرو يبقى في الحاله دي اروح اشفت الاكس بس مش هعمل الاضافه اللي موجوده عندي، تمام؟ اهو بدي الاكس اهو. طبعا البرانش الثاني ده هيجي دلوقتي، يبقى اكس هيبقى حاططها في الاكوليتر واعمل سيركولر شيفت ليفت. السيركولر شيفت ليفت تمام؟ في البي والاكوليتر اللي موجودين عندي وراجع الاكوليتر في الاكس اللي موجود وازود واحد على الكنترول انا واتشيك على الكنترول. هل الكنترول وصل للزيرو؟ لو كان وصل للزيرو اوكي، ما وصلش للزيرو يبقى هرجع، ما وصلش للزيرو يبقى انا هرجع على طول. تمام؟ ابدا الاوبريشن بتاعتي من الاول البي احطها بتساوي زيرو وامشي. طب لو الاي كان بيساوي صفر؟ ها يبقى في الحاله دي هيروح يعمل عمليه الايه؟ الشيفت بس. يبقى لو الاي كانت بتساوي صفر يبقى هيعمل الشيفت للاكس وبعدين الاي يعمل سيركولار شيفت. تمام؟ بحط الاكس في الاكوليتور وعمل له سيركولار شيفت ليفت وبعدين حط الاكوليتور مره ثانيه في الاكس وهكذا بدا يكمل الاوبريشن اللي موجوده عندي. طب هو الخطر ده اللي بيسيبك تختار قوي جدا مالك؟ ان هي ديت؟ بعملها ايه؟ مش انا خدت الخانه الاولانيه؟ لو انا سبت الواي زي ما هي هنا سبت الواي زي ما هي بالشكل الاولاني ده اللي هو هنا ده ما الواي كده حتى نسب. بص يا باشمهندس الواي اهي بتساوي 1 1 0 1 انا خدت نسخه من الواي حطيتها في الاكوميليتور اللي هي دي خليت الاكوميليتور خليها 4 بت بس تمام؟ خليها 4 بت. عملت انا شيفت للاكوميليتور ده انا ما عملتش شيفت للواي؟ انا عملت شيفت للاكوميليتور. الاكوميليتور هو اللي بقى 0 بقى 1 0 1 وطبعا اللي باقي دول كلهم 0. الواي قيمتها كام؟ يعني انا بعملها شفت عشان عشان ارجع قيمه الواي ارجع القيمه ده اهي الواي عشان لما اجي اعمل شيفت مره ثانيه انا خدت الخانه الاولانيه دي يبقى المره الجايه اخد دي دي اللي عليها الدور اهي واللي بعدها هتبقى اللي عليها الدور وهكذا. واضح؟ ماشي يا شباب كده؟ يبقى ده الشكل بتاعنا اللي هي الفلوت شارت. ورسمنا الفلوت شارت عشان تبقى واضحه بالنسبه لك الفلوت شارت انت هتعمل او الفلوت شارت. طيب عاوزين نحول دي بقى لبرنامج. عايز نحول دي لبرنامج. لو سمحت حولها لي انت لبرنامج. بسرعه. حول دي لبرنامج. الفلوت شارت موجودة. يلا صح؟ ماشي كده؟ ارجع ولتكن 100. عايز التو كونديشن الاولانيين كنترول 8 تمام؟ كنترول اللي هو ناقص 8 كنترول الرمح بتاعي لو كان 8 لو كان 8 هعمل فيه ايه؟ لو كان ناقص 8 طبعا هعمله مباشره احنا اتفقنا انه النيجاتيف نمبر هيجيبها في التو كونديشن بتاعه. يبقى حاولنا هو لود نم ده العدد وافترض ان العدد بتاعي 8 يبقى في الحاله دي هقول له النم ده هقول له كومبلمنت وانكريمنت وبعدين ستور كنترول. يبقى انا كده حولت النم بتاعي ده هقول له نوت انفوز كومبلمنت هوفا نم. يبقى ده توس كومبلمنت هنا اللي هو ناقص 8 بالنسبه له تمام؟ وبعدين اعمل كبير للاكوميليتور اهو عشان اضمن ان هي بتساوي صفر وهقول له سطور ده 100. يبقى دول التو انيشال كونديشن اللي موجودين عندنا، التو انيشال كونديشن اللي موجودين عندنا. ماشي كده؟ ها خلاص كده شباب؟ طيب ابدا الخطوه الثانيه. طبعا كل خطوه انا بترجمها لخطوه واحده
طبعا حسب البلوت شارت اللي موجود عندنا. اقول له اهوت بيقول لي كبير للهيمن خلصنا من دي يبقى كده عملنا كبير للهيمن واضح. وبعدين هقول له لود دوار يبقى الواي حاليا في الاكوميليتور. وبعدين اقول له سيركولار شيفت رايت كده سيركولار شيفت رايت عملت سيركولار شيفت رايت يبقى اول خانه في الواي راحت للاي. وبعدين اقول له ستور واي يرجع القيمه في الواي. ده قبل ما اشتغل اي حاجه ارجعها بعد ما عملت لها شيفت ارجعها في الواي مره ثانيه ماشي. وبعدين اقول له سكيب زيرو اي. المفروض سكيب زيرو اي يعني الخطوه اللي جايه دي هيعمل لها سكيب تمام. طيب انا عندي هنا في الفلوت شارت اللي موجود عندي بيقول لي هيروح في حته وهيرجع في حته ثانيه تمام. يعني لو انا بصيت كده عشان اعرف بس الحاجات اللي موجوده قدامنا دي لو انت بصيت لو الاي كانت بتساوي واحد لو الاي بتساوي واحد يبقى هيروح يضيف وبعدين يعمل كده للاي. طيب لو كانت بتساوي زيرو تمام انا هنا بقول لو كانت الاي بتساوي زيرو اعمل سكيب للخطوات اللي جايه دي اعمل سكيب. هو بيعمل سكيب لخطوه واحده بس بيعمل سكيب لخطوه واحده بس تمام. يبقى انا هقول له بام 1 1 ديت يعني لو كانت اي بتساوي 1 روح عند 1 1 ده عباره عن ادرس تمام. 1 ادرس يعني هيروح عند 1 هيعمل شويه حاجات فيه ماشي كده. يبقى لو كانت 0 يبقى مش هيروح لدي تمام. لو كانت 0 مش هيروح لدي هيروح للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها هقول له بام زيرو تمام كده. تاني لو كانت الاي بتساوي زيرو لو الاي بتساوي زيرو يبقى هيعمل سكيب للخطوه دي تمام. يعني هيروح لدي ودي توديه لمكان هنتكلم عليه دلوقتي مظبوط كده. يبقى لو الاي بتساوي زيرو يروح لدي يبقى مش هينفذ دي. طب لو كانت بتساوي واحد يروح لدي دي تبعته في حته اللي هي هقول له ان هو اتولد هتبقى ان هو عشان بس الناس تفهم ادي 1 1 ليه يعني هقول له بام على 1 ها بان على 1 ماشي كده يا شباب. يبقى بان على 1 على 1 يبقى انا بقول له فوز 1 يعني ما تنفذش دي هيروح عند 1 هيعمل ايه؟ هينفذ هينفذ ايه؟ هيعمل لود بي هيعمل لود بي صح؟ ماشي كده. وبعدين اد اكس واضح كده. وبعدين ستور خلاص كده. وبعدين هيعمل كلير للاي. طيب لو راح لزيرو لو كان زيرو يبقى المفروض اهو ادي زيرو ار وهينفذ طبعا لو راح لون المفروض يكمل على دي مباشره بعدها تمام. يعني لو راح لون يعمل لو وبعدين يعمل لو ويضيف اكس وبعدين ستوب للاي وبعدين كلير للاي وبعدين يكمل اه كلير للاي وبعدين يكمل وراها مباشره اللي هي دي اللي هي لود اكس تمام. فهيعمل لود من اكس اه ادي لود اكس تمام كده. وبعدين يعمل شيفت رايت شيفت ليفت سيركولر شيفت رايت ليفت دي الاكوريتو مع الاي كده عمل سيركولر شيفت ليفت تمام. كده خلصنا دي. وبعدين يحط الاكوميليتور يحط السطور الاكوميليتور في الاكس تمام كده. الخطوه اللي بعدها اه حد اقول له انكريمنت
سكيب اف زيرو للكنترول تمام او الانكريمنت سكيب زيرو للكنترول صح كده. طيب لو كان الكنترول بيساوي زيرو مش المفروض يبقى كده خلص؟ المفروض يبقى ايه كده خلص. طيب لو خلص يبقى هقول له كده خلاص خلص يبقى اهو. طيب لو ما خلصش هقول له يرجع فين؟ بطل يرجع فوق عند الجي بتساوي زيرو هقول له بطل مالتي بلاي اهو ادي ام يو ام وادي اللود للكلير للجي اهي تمام كده؟ عيد تاني. يبقى احنا دلوقتي قلنا بياخد النمبر اللي هي بتساوي 8 اللي هو عدد البيتس اللي موجوده عندنا 8 وبعدين يعمل كومبلمنت فيها ويعمل انكريمنت ويعمل ستور. ستور هنا حاطط الدوس كومبلمنت بتاعت النمبر في الكنترول اللي هي بتساوي ماينس 8 وبعدين ساعه في الاكوليتر يحط الاكوليتر في البي عشان يبقى كده البي بيساوي 0 لما يجي يضيف انا متاكد انه هذا المكان بيساوي 0 تمام كده؟ وبعدين يعمل كريت للبي وبعدين يعمل لود للواي وبعدين يعمل سيركل شيفت رايت هياخد اول تاني الواي يحطها في الاي وبعدين يعمل سيركل للواي بعد ما عمل الشيفت وبعدين لو كان تصور كان بيساوي 0 يبقى هيروح يخلص ل 0 كده. لو راح ل 0 هيحط اكس هنا في الاكسليتور ويعمل سيركل شيفت ليفت وبعدين يرجع القيمه في الاكس مره ثانيه اللي هو عمل الشيفت بس ما عملش اكثر من كده تمام. طيب وبعدين يضيف واحد على الكنترول يعني نقص الكنترول بواحد وبعدين لو كانت الكنترول وصلت زيرو يبقى يعمل غلط ما وصلتش زيرو يبقى يرجع مره ثانيه هنا. طيب لو كان الاي ما بيساويش زيرو بيساوي واحد لو الاي ما كانش بيساوي زيرو الاي كان بيساوي واحد يبقى هيروح له 1 1 هتخليه يعمل زود للفي اكس عليها ويعمل زود للفي ويعمل كليير للاي وبعدين يكمل نفس الخطوات اللي احنا قلناها قبل كده. طبعا الداتا بتاعتنا اللي هي بعد هاو في عندي هنا نمبر ادي نمبر عباره عن ريسيمال 8 عشان يبقى ماشي مع الكلام اللي احنا قلناه وعندنا كنترول ادي كنترول هتبقى عباره عن اكس ديسيمال لان هو هيحفظ لينا القيمه بتاعته تمام؟ مالتي باي خلاص وان وزيرو خلاص دول عباره عن ليبلز موجودين. باقي حاجه واحده بس اللي انا قلت له عليها اللي هي ستور هنا في البي والبي اهو هتبقى اكس ديسيمال وده زيرو وطبعا ماشي كده يا شباب. ده برنامج المالتيبلكيشن مش كده.
يكون مقتنع ان هو كده ليه؟ ان بص انا بص يا لو عندي القيمه تساوي زيرو تمام؟ هيروح في الحاله دي مش هيعمل حاجه غير الشيفت. طيب لو القيمه تساوي 1 هيروح يضيف تمام؟ بيعمل شيفت ويعمل القيمه تساوي زيرو وبعدين يعمل الشيفت تمام؟ فلازم يعمل دول قبل ما يعمل عمليه الشيفت والا هكرر الشيفت حتى مره يبقى انا عمال اوديه وارجعه واوديه وارجعه. ايه المانع؟
ممكن اقسمه نصين، سمينا الريجستر ده من 0 لحد 15 ومن 16 لحد 31. لو كان الريجستر بتاعنا ايه؟ سمينا بايه؟ وده وبالتالي ده هيبقى في فاي وده هو ايه ميلو. ولما اخزنه برضه اخزنه في سي لو وسي هاي. يبقى انا حولت المشكله بتاعتي دلوقتي ان انا عندي تو ريجسترز، تو ريجستر بحط فيه الرقم او تو ووردز بحط فيه الرقم في الميموري. مش شرط حتى الاثنين ممكن يكونوا جنب بعض، تمام؟ ادي الميموري بتاعتي ايه؟ حطيتهم جنب بعض اوكي؟ ما حطيتهمش جنب بعض. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، ادي خمسه ثانية بتاعي ست. يبقى ده ايه لو؟ وده عباره عن ايه هاي؟ ده بي لو، ده بي هاي، ده عباره عن سي لو سي هاي. كل واحد واخد ادرس، تمام؟ انا بتعامل مع الميل ميموري كادرسيز موجود عندي، كادرسيز موجود عندنا بالشكل ده. طيب عايزين نجمع شاطر يجمع. نعم. نجمع اول مشكلة 0 15 ناخد الكاري ندخله. ايوه جميل. ازاي؟ ده اللي هيطلع في الجمليتو يعني، فنجمع عليه بقى اتش بعد كده ترجع نجمع عليه بي. طبعا هي لو في وقت النهارده حسب هنبتدي نخلص ساعه، هنخلص النص الاولاني بس يلا مفيش بعد النص الثاني. طبعا الناس مبسوطه قوي. الشيفت الوحيده اللي موجوده عندنا
عندنا طبعا بلو شيفت بس السيركل موجود عندنا سيركلر شيفت يا سيركلر شيفت ليفت يا سيركلر شيفت رايت ما عندناش شيفت كده عادي تمام فانا هستخدم السيركلر شيفت ليفت ارم كده واجيب الاي ديت هنا يبقى ده سيركلر شيفت ليفت ماشي كده يا شباب كده سيركلر شيفت طيب انا بقى ديت هنا خلاص هقول له بقى ان ايه اتش ضيف دي على الاكوميليت على الكي عشان الكاد لو في كاد من المرحله الاولانيه هنقله هنا في اول خانه والباقي كله ايه؟ الباقي كله صفار تمام؟ الباقي كله صفار بعدين اقول له ايه؟ من السي اتش من البي اتش تمام؟ من البي اتش وبعدين السطور السي اتش خلاص كده؟ كده خلصنا اقول له خلصنا تمام؟ الداتا بتاعتنا موجوده فين؟ موجوده اهو الاي اتش الاي اللي هو الاول والاي ار والبي لو والبي ار والسي لو والسي ار كل دول بعد الان طبعا كل دول في الترانسفورم دي ديسيمال وهتبقى القيمه هنا قيمه هنا قيمه هنا قيمه هنا ودي هتبقى يعني هي اكس تسكن 0 واكس 0 عشان ده الداخل اللي انا هحفظه فيه القيمه اللي موجوده لكن انا قادر طبعا الكمبيوتر زمان مش منسد اللي ورا معانا الكمبيوتر زمان وبالذات في الفتره كان في حاجه اسمها بيضيف حاجه في الفورمات كان اسمها دبل بريسيجن دبل بريسيجن يعني اللي هي بيسموها المضاعف الدقه للموجود مضاعف الدقه للموجود يعني بيزود عدد الثنائي اللي بيمثل فيها الرقم وبالتالي ما بيعملش ترانكيشن او ما بيعملش حذف للثنائي اللي فيها زيرو فده برنامج بنسميه هنا دبل بريسيشن عشان بس تبقى انت عارف يعني ايه دبل بريسيشن طبعا ممكن بنفس الاسلوب ممكن اضيف 64 بت على 64 بت تمام ممكن اضيف 64 على 64 بت ممكن اضيف اي عدد من البتس اللي الناس بتشتريها موجوده طيب ناخد ده بالنسبه للاريثماتيك خدنا طبعا جزء معين يعني خدنا شويه حاجات بالنسبه للاريثماتيك اهو خدنا الابلكيشن وتعالى كده نشوف بالنسبه للوجيك ما هي الفانكشن اللي موجوده عندنا كلوجيك فانكشن في الانستراكشنز اللي موجوده في المعرفه عنده ايه؟ ونقط كده مش عندنا نقط احنا عندنا كومبلمنت ممكن نعمل كومبلمنت ممكن نعمل نص كومبلمنت تمام كده ممكن نعمل انكريمنت طبعا دي مش فانكشن مش في لوجيك لو انا عايز اعمل سكور او ناد او اي داله من الدوال اللي احنا عايزينها او اي فانكشن لوجيك ممكن نعملها لو انا عايز اعمل خلينا ناخد مثال بسيط لو انا عايز اعمل ايه اور بي كومبلمنت طبعا لازم احول ديت الصوره انها تبقى عباره عن ان كومبلمنت خدت انت الكلام ده طبعا من اللوجيك قبل كده انا ممكن اقول كده ايه ده بيساوي امتى ده عباره عن ايه كومبلمنت في كومبلمنت لكل مش كده؟ ده لو انا عملت كومبلمنت بالشكل ده يبقى الجيل دي هتبقى عباره عن ايه؟ دبل كومبلمنت اور بي
طب الكومبلمنت الكلام ده هو فينا الاور الموجود على الكومبلمنت. عايزين نفذ الكلام ده باستخدام البرمجه. تمام؟ فانا عايز اعمل ايه؟ بنساوي ايه؟ السي بنساوي ايه؟ اكس او ايه اور بي. تمام؟ طبعا بنفس الطريقه ممكن نعمل اكس اور، ممكن نعمل ده في اي داتا من دوائر. مش انا اعمل الكلام ده هقول له اور 200 او 100 وبعدين انا عايز اعمل دي 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 هقول له لود لود ايه كومبلمنت وبعدين كومبلمنت كومبلمنت وبعدين ستور فيديو ستور ليكم. طيب ليه ما حطهاش في الايه؟ عشان كده هتتمسح. ها؟ هتتمسح مجرد ما اجيب البي. عشان لو انا عايز استخدمها بعد كده في ايه زمنيه ممكن استخدم الايه زمنيه. انما كده انا كمان انا عندي هنا هو ايه كومبلمنت. مظبوط كده؟ وبعدين اقول له لود بي تمام؟ وبعدين اقول له كومبلمنت وبعدين اقول له ان تمام وبعدين اقول له كومبلمنت وبعد كده ستور سي وهاو. ماشي كده يا شباب؟ ستور السي وهاو. انا كده عملت اللوجيك اللي موجود. لما قلت شويه اي دايره لوجيك هتحول الدايره لوجيك فانكشن فانكشن سبيس هتحولها لوجيك بتاع طبعا و وفي هذه الحالة تقدر تعمل. عايزين نعمل اكس اور ايه؟ اكس اور بي. ودي اخر حاجة هنعملها على كده في ورقة قدامك بسرعة في الهم. اكس اور. هنحول برنامج الضرب اللي احنا شفناه. ايوه صلاح. بيضرب لي 16 بت 16 بت. برنامج الضرب اللي احنا خدناه بدل ما بيعمل 8 بت هيعمل 16 في 16 وهتجيب الريبورت المره الجايه. مدحه لسه الناس بتقول